في موضوع حساس شوي، لانه بيفتح ملف من ملفات العرب المزعجة اليومين دول، وهو نعمل ايه مع سوريا الاسد. سوريا في ظل حكم الرئيس بشار الاسد، العرب قرروا في يوم من الايام تعليق عضوية سوريا. ده الكلام ده كان في نوفمبر 2011، نرجع ورا شوية. كان في اجتماع وزراء خارجية العرب في القاهرة، كان في انتفاضة شعبية سورية، وكان ساعتها في توقعين ككل الانتفاضات، اما ان الحكومة تنهار او انها تسقط. لكن دخل على خط الانتفاضة الشعبية دي كما هو الحال في كل انتفاضات منطقتنا العامرة، دول جاية ودول رايحة وناس تتخانق وناس تدعم وناس تضرب وناس تموت. المهم تحولت سوريا إلى ملعب للاعبين إقليميين ودوليين وطبعا محليين، وبقى اللي جاي يضرب واللي رايح يضرب، وعينك ما تشوف إلا النور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في تلك الفترة كانت قطر بتتزعم موقف عربي بدا وجيها آنذاك، وهو إن الحكومة السورية بتقتل شعبها زي ده اللي اتقال، وان النظام الحاكم مش ملتزم ببنود المبادرة العربية لحل الأزمة السورية. بعد اكتر من 11 سنة على هذه القطيعة العربية مع سوريا، يبدو ان مياه كثيرة جرت في بحور العلاقات العربية السورية، ويبدو ان هناك من وجد ان لم الشمل العربي في تلك المرحلة واجب وطني من أجل الحفاظ على سوريا، وقومي من أجل الحفاظ على المنطقة الشمالية دي. سوريا لما بتنقسم وتضعف بيضعف معاها الحد الشمالي للنظام الإقليمي العربي في مواجهة دولتين من دول الجوار، تركيا وإسرائيل. طيب يسأل بقى احنا العرب، يقولك طب ليه نتمنى مواقف بنتمناها تركيا وإسرائيل ضد سوريا احنا كعرب؟ يعني ليه احنا هو تركيا وسوريا مش عايزة، اسف، تركيا واسرائيل مش عايزة سوريا ترجع للعرب، طب احنا كعرب ليه، يعني ليه نتمنى نفس السياسة دول الجوار دي؟ والسؤال الان وسط هذا الجدل والخلافات في قمة جاية في الرياض، هل بقى هتنجح القمة اللي جاية دي؟ يعني يجتمع العرب على عودة سوريا؟ لانه كان في قمة سابقة حضراتكم تفتكروا في الجزائر وسوريا ما رجعتش فيها للجامعة، رغم ان كان فيه هنا يعني ساعتها ولا زال محاولات جادة لإعادة سوريا للبيئة العربية والنظام الإقليمي العربي، رغم ان فيه خلافات عربية موجودة لا تزال موجودة حتى الآن، وضغوط دولية وإقليمية بتحاول انها تمنع من عودة سوريا. الوقت اللي ينتظر فيه الكثيرون هذه القمة العربية القادمة في الرياض لتدشين عودة سوريا الحضن العربي بتبدو تلك العودة غير مضمونة. لتحديدا بيبرز اسم قطر. قطر معترضة على عودة سوريا لشغل مقعدها من جديد بالجامعة العربية، متعللة بسبب قوي من وجهة نظرها، وهو انه عضوية دمشق علقت لأسباب وهذه الأسباب لا تزال قائمة. هنا بقى السؤال، هل العرب هيعرفوا يتجاوزوا كل تلك الضغوط والخلافات، ولا يعني اتفق العرب على ألا يتفقوا؟ خلوني أعرف من ضيوفي من الدوحة الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية، ومن دمشق السيد محمد نادر العمري كاتب وباحث سياسي، ومن الرياض المستشار سالم اليامي الخبير في العلاقات الدولية. وأبدأ من قطر دكتور علي، مساء الخير على حضرتك، وأبدأ بالسؤال اللي كلنا عايزين نعرف إجابته. بخير وضيوفك الله يبارك في حضرتك. يا مرحبا يا فندم. خلينا بس نبدأ بأول سؤال، هو ليه قطر معترضة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ تفضل دكتور علي. دكتور معتز، دعني أبدأ بكلام إيجابي بما أننا في أيام العيد وهذا هو اليوم الرابع لأيام العيد. الاختلاف السياسي دكتور معتز هو يعني ظاهرة سياسية صحية، والاختلاف السياسي ينبغي أن لا يفسد للود السياسي قضية سياسية كما هي القضية التي سنناقشها هذه الليلة. دكتور معتز، أينشتاين له مقولة جميلة يقول إن الذين تسببوا في خلق المشاكل ليسوا بالضرورة مؤهلين لحلها. وأنا شخصياً كمفكر عربي أرى أن النظام السوري هو جزء من المشكلة وليس جزءاً من
الحل. يعني دعني أطرح سؤالا، لماذا تم تجميد عضوية سوريا أو النظام السوري في جامعة الدول العربية في نوفمبر عام 2012؟ للأسباب التالية. أنت ذكرت جزءا منها، وهو تنكيل النظام السوري بدءا من الثورة السورية في 2011، ذبحا وقتلا وسجنا وتعذيبا وتهجيرا، وفي النهاية صار عندنا أكثر من 10 ملايين سوري مهجر مشرد، وكان يعني نظام السوري ينظر إلى هؤلاء أنهم الحاضنة الشعبية لما يسميه بالحركات الإرهابية. صار عندنا مشردون ولاجئون في تركيا، في لبنان، في الأردن، وفي دول كثيرة. أيضا النظام السوري أقصى كل خصومه السياسيين الذين اعتبرهم وما زال يعتبرهم إرهابيين عن أي عملية سياسية مستقبلية محتملة في سوريا للمشاركة في تسيير أمور بلادهم مع النظام. أشكرك دكتور علي، خليني بس أروح فورا لدمشق للسيد محمد نادر العامري الكاتب والباحث السياسي السوري. سيد محمد، إيه رد حضرتك على الكلام اللي قاله دكتور علي حالا بشأن أسباب تجميد مقعد سوريا في الجامعة العربية سابقا؟ تفضل يا فندم. بداية مساء الخير لك دكتور معتز ولضيوفك الأكارم والعاملين في قناة المشهد وللسادة المشاهدين. بطبيعة الحال يعني نحن نتمنى أن يكون الخطاب التحليلي هادئا كما هو يعني اليوم بعض التطورات على مستوى المنطقة، ولكن يعني على عكس ما تفضل به ضيفك في الدوحة، ما كان يحصل في الداخل السوري كان يراد له عدم إظهاره بشكل حقيقي، لأن حتى بداية المظاهرات التي حصلت كان هناك حراك سياسي من قبل القيادة السياسية، وشرعت القيادة السياسية بإدخال الإصلاحات السياسية منذ عام 2011، وهو ما ترجم بدستور معدل عام 2012، وكذلك الدخول في حوارات داخلية. ولكن ما كان يراد من يعني من الحرب على سوريا هو استهداف موقف سوريا بشكل أساسي وتغيير سلوك سوريا، سواء فيما يتعلق بموقفها من الكيان الإسرائيلي أو فيما يتعلق بمحور المقاومة أو علاقتها مع إيران. يعني دائما كان الحديث يتم حتى على اللجنة العربية التي قامت بزيارة سوريا، يعني لجنة الدابة كما كانت تسمى في تلك الفترة، وجدنا بأن بعض الدول العربية وللأسف منها يعني قطر كانت تسعى بشكل كبير إلى تدويل الأزمة السورية، ورفضوا في تلك الفترة يعني قرارات لجنة الدابة، وبدأوا باتهام يعني الجنرال دابة في تلك الفترة بأنه منحاز إلى الدولة السورية. لذلك كان الهدف من تدويل القضية السورية هو إخراج الملف السوري من الحاضنة العربية والذهاب به إلى مجلس الأمن لتكرار ما حصل في ليبيا وفق القرار 1973 لعام 2011. النقطة الثانية، للأسف العديد من الدول العربية وباعتراف مسؤولين عرب بما فيهم وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، هي التي قامت بإيجاد الإرهاب ودعم الإرهاب وضخ الإرهاب للمجموعات الإرهابية في الداخل السوري، تحقيق مصالح جيوستراتيجية لهذه الدول ومصالح أكبر من ذلك، وهذا اعتراف مسؤولين عرب. يعني ليس كلام. طب هستأذنك هروح للرياض، لأنه أنا عايز أعرف أن الرياض دلوقتي بتقوم بدور مهم في حل هذه المعضلة. هسمع من المستشار سالم اليامي الخبير في العلاقات الدولية. الرياض الآن بتتبنى موقفا عروبيا مش عربيا، عروبيا، وبيبدو أنه عودة سوريا مهم للأمن القومي العربي. سيادة المستشار سالم اليامي، وضح لنا إيه الموقف السعودي من هذا الملف. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا أصحاب السعادة الزملاء المشاركين في هذه الحلقة. أنا أعتقد يعني مناقشة ما يحدث في سوريا عربيا هو يمر في 3 دوائر يعني، وكان الجسم السياسي العربي بشكل كامل في الدائرة الأولى كان متفقا على ضرورة يعني معاقبة النظام على ما قام به في بواكير انطلاق الثورة. استمرت العملية إلى الدائرة الثانية وأصبح هناك انقساما عربيا، أصبح هناك من رأى الخطر ربما مبكرا وأن سوريا تؤخذ إلى طرف ربما يبعدها عن
الجانب العربي، وهذا ليس في صالح سوريا الدولة، سوريا النظام، وسوريا المجتمع، وهذا أيضا يجب أن نضع تحته خط كما يقولون، لأنه مهم. اليوم وبعد مضي كل هذه السنوات لا تزال الأمور على حالها، وسوريا تؤخذ إلى الطرف الآخر بشكل ربما أوضح وأبعد، هناك هيمنة، ربما هناك نفوذ إقليمي ودولي، هناك تدخلات دولية، هناك خوف عربي اليوم سعادة الأستاذ من أن يكون هناك يعني خسارة للإقليم السوري، ربما يقسم، ربما يدخل في حالة من حالات الشرذمة، لأن هناك يعني دولة لديها مشاكل، أنا لا أريد أن أقول دولة فاشلة، لكن دولة لا عندها كثير من المشاكل. منذ قمة الجزائر التي كانت في العام 2022 في نوفمبر 2022 كان هناك صوت عالي في الحقيقة، أو كان هناك دائرتين، الدائرة الخليجية وكان هناك الدائرة العربية. دائرتين كان فيها تقاطعات، بمعنى أن جزءا من الدول العربية كانت لديها رؤية بأن تعود سوريا إلى مقعدها في الجامعة. الموضوع الجانب الخليجي كان ربما له موقف آخر، لكن هذا الجانب الخليجي أعتقد أنه مع الأيام تغير، ولعل بوادر التغيير جاءت في الموقف السعودي. موقف الأشقاء في الخليج لا تزال لهم بعض المواقف، لكن كما أرى أنا وكما استمعت وكما أفهم اليوم أن هناك قرارا عربيا ربما يعني يتبلور بشكل كامل في القمة التي لا يفصلنا عنها إلا حوالي 3 أسابيع، بمعنى سيكون هناك غالبا، هذا في الغالب كما نرجحه كمراقبين ومتابعين، عودة للنظام السياسي ك يعني هو من يمثل رأس السلطة في سوريا. لكن هستأذن حضرتك في أنك توضح لي، طب ماذا لو اعترضت قطر؟ لا، أنا أعتقد أن البيت الخليجي لديه القدرة على حل الأمور قبل يعني لقاء الأشقاء العرب، وأنا هناك مجلس التعاون الخليجي، والموقف القطري ليس بذلك الرفض القاطع، لكن له وجهة نظر وهي ربما يعني تتفهم وربما تناقش في إطار البيت الخليجي ثم في إطار البيت العربي. لكن بس أستاذ حضرتك، بس أستاذ حضرتك، لأنه في مشكلة هنا، أنه البعض بيصور أن الموقف القطري متجاوز الموقف العربي ما بين قوسين العروبي، وبيتكلم بمنطق أن لا، أن قطر لها تحالفات سواء مع تركيا أو مع أمريكا، وأنه يعني حسابات قطر مش عربية بس. يعني لا، أنا أعتقد حقيقة كمراقب خليجي وكما أعرف السياسة الخليجية بشكل عام وكما أعرف سياسة الأشقاء في قطر، ربما هناك شطط في فكرة أن قطر لها ارتباطات تركية أو أمريكية. قطر هي ضمن المنظومة الخليجية، لا يمكن أن تخرج عن الإجماع الخليجي. ثم في المحصلة النهائية وكما أعرف يعني راسم السياسة في الدوحة لا يمكن أن يخرج عن المنظومة العربية. وأنا أؤكد لحضرتك أن في الفترة القادمة خلال أقل من 3 أسابيع وربما شهر سنكون في رحاب القمة، وأعتقد أن الدوحة لن تكون معارضة. طب دكتور سامي، دكتور علي الهيل وأقذف إليه كرة اللهب، هل عند الدوحة حسابات مرتبطة بأنقرة وواشنطن تجب وأعلى وأهم من الحسابات القطرية العربية؟ من المبالغة أن يقال إن قرار دولة قطر مرتبط بأنقرة أو بواشنطن. صحيح الدول المتحالفة والدول الصديقة تنسق مع بعضها البعض، ولكن القرار القطري قرار مستقل، ودولة قطر لا تشذ عن الإجماع الخليجي، عن الإجماع مع الدول الشقيقة من خلال المنظومة الخليجي. أنت تعلم دكتور معتز أن دولة قطر تعنى دائما وتهتم بالحوار وبالوساطات الإيجابية الحيادية، وكما تفضل المستشار سعادة المستشار الأستاذ سالم اليامي وهو أخ عزيز، وقال إن ثمة حسابات، والآن بيننا وبين 19 من أيار مايو تقريبا 3 أسابيع، وكل دولة من الدول الشقيقة في المنطقة الخليجية وفي المنطقة العربية بشكل عام تعيد حساباتها. ودولة والسياسة، صحيح أن السياسة تقوم على تقاطع المصالح وليس على تقاطع العواطف، ولكن القناعات السياسية
تتغير، يعني ليس بالضرورة أن تبقى. يعني كأنك يا دكتور علي حضرتك عايز تقول أن في احتمال لا يمكن إنكاره بأن يعني يلين الموقف القطري، مش أنها توافق، على الأقل أنها تمتنع عن التصويت مثلا. أنا فاهم صح؟ ثمت احتمال أن يحدث ذلك، أن تقوم دولة قطر بالامتناع عن التصويت لتكون محايدة ولكي تجعل الطريق سالكا للمملكة العربية السعودية التي نعتبرها شقيقتنا نحن الكبرى في المنطقة الخليجية وحتى على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي. دولة قطر لا تنادي ولم تنادي برحيل النظام السوري على سبيل المثال، ولكنها قالت إن لديها شرطين، الشرط أو حتى الشرط الثاني ناقشه الوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قبل أيام مع رئيس النظام السوري، وهو المصالحة الوطنية وعدم إقصاء الخصوم السياسيين للمشاركة مع النظام السوري في تسيير بلدهم. ولذلك يعني دولة قطر شرطها أن يعود المهجرون إلى قراهم وإلى مدنهم وإلى منازلهم، وأن نضمن سلامتهم، وأن لا يحدث لهم كما حدث لهم عندما ألقيت عليهم البراميل المتفجرة والغازات. خليني أروح للسيد محمد نادر العمري من دمشق. سيد محمد، في كده عارف حضرتك من المقولات المزعجة، يقول لك يبدو أنه سوريا نجحت في إقناع العرب بأن يضحوا بحقوق المواطن من أجل الحفاظ على الوطن. يعني موضوع بقى إصلاحات سياسية وديمقراطية وتعددية والكلام ده، سيبك من الكلام ده كله، المهم أن يفضل في كيان واحد متماسك اسمه سوريا بغض النظر عن شكل النظام الداخلي. إيه رأيك في الكلام ده سيد محمد؟ يعني بطبيعة الحال ليس هذا الكلام بدقيق في هذا التوصيف، لأن هناك حاجة الضرورة سواء كانت لسوريا لعودتها إلى المحيط العربي أو لعودة المحيط العربي أو عادة سوريا إليها، لأن هناك اليوم نوع من التوازنات التي أصبحت تنشأ على مستوى المنطقة هي ليست بصالح الأمن القومي العربي، مثل التوسع الإيراني وكذلك التوسع التركي وازدياد النزاعات التي بدأت تستنزف التنمية وموارد التنمية على مستوى المنطقة العربية. النقطة الثانية، حتى ملف مكافحة الإرهاب أصبح يشكل تهديدا للدول العربية أجمع، يعني ليس اليوم هناك أي دولة في منأى عن هذا الإرهاب. لذلك اليوم سوريا بما تمتلكه من معلومات وكذلك بما تمتلكه من قدرة على محاربة الإرهاب وكذلك على الخبرة التي امتلكتها، وبالتالي يمكن أن تستعين بها الدول العربية. النقطة الثالثة، الدور السوري في مستوى المنطقة والعودة إلى التوازنات القديمة سواء كان توازن سين سين أو التوازن السعودي المصري السوري من شأنه أن يحل العديد من ملفات الأزمات في المنطقة، وبخاصة يعني اليوم بدأت دول المنطقة تذهب نحو المشاريع الجيوستراتيجية على المستوى الاقتصادي. يعني هناك رؤية لمحمد بن سلمان فيما يتعلق بالمنطقة، هناك الشراكة الصينية مع السعودية، وبالتالي هذه الشراكات وهذه المشاريع تحتاج إلى بيئة آمنة وكذلك إلى وضع أمني جيد، وبالتالي يمكن لسوريا من خلال دورها أن تحل العديد من الملفات في لبنان، في العراق، في اليمن، وكذلك يمكن أن تقرب وجهات النظر أكثر ما بين السعودية. سيادة المستشار سالم، بعد إذن حضرتك سيادة المستشار سالم، فقط لو سمحت اتفضل يا فندم، اتفضل آخر نقطة بعد إذن. فقط فيما يتعلق باجتماع القادم، أنا أعتقد بأنه اجتماع المصالحة أو قمة المصالحة إن صح التوصيف، سنكون أمام ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول أن يتم اتخاذ عودة سوريا مع تحفظ بعض الدول، أن يكون هناك رفض لبعض الدول مثل قطر والمغرب، وأن أو أن نشهد خلال الفترة القادمة اجتماعات ثنائية ما بين الجانبين السوري والسعودي، وقد يكون رباعية على مستوى القيادات. هروح سيادة المستشار سالم اليامي، كأن سيادة المستشار الرياض تراهن على فكرة عدم وجود قرارات لدول منفردة تخرج بها عن الإجماع العربي فتدمر الإجماع العربي، هل أنا فاهم صح سيادة المستشار؟ ليس بالضرورة أو ليس بالدقة، لكن أنا ما أرى، أنا أعتقد أن ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية هو حالة من التسديد والمقاربة، بمعنى يعني ألا تبقى سوريا بعيدة عن الحضن السياسي العربي. الشيء الثاني،
تحاول المملكة تلافي كل الأضرار التي تنتجها الحالة السورية بوضعها الحالي على الجسم السياسي العربي. هناك إرهاب، هناك مخدرات، هناك مشاكل، هناك تهريب سلاح. الشيء الآخر يعني يجب ألا نغفل أنه في البيان الذي صدر عن الجانبين السعودي والسوري خلال زيارة وزير الخارجية السوري لجدة يعني في آخر أيام شهر رمضان المبارك، كان هناك بيان مشترك تحدث عن النقاط التي قد تزعج البعض أو قد يتحفظ عليها البعض. بمعنى كان هناك حديث عن قضية المصالحة السورية، كان هناك حديث عن حل شامل، كان هناك حديث عن يعني حل وطني، وهذا يعيدنا إلى ما يتحدث عنه بعض الأشقاء حول الخلاف السوري مع المواطنين السوريين والمهاجرين ومع المفقودين ومع من في السجون. أنا أعتقد أن كل القضايا التي تحاول أن تقوم بها المملكة وربما الجزائر وربما مصر هو يعني كما يقولون ألا نفقد سوريا بشكل كامل وألا يكون هذا الفقر. وضحت الرؤية يا فندم، وهذا ما نتمناه، ألا نجد أنفسنا في النهاية طرائق قددة، كل واحد فينا ماشي في سكة وفي الآخر خالص حينما نختلف فالمستفيد الوحيد هي المشروعات غير العربية بقى، إشي إيراني على تركيا على إسرائيلي على إثيوبي على غيره. كل الشكر لحضراتكم، بشكر من الرياض سيادة المستشار سالم اليامي الخبير في العلاقات الدولية، ومن دمشق السيد محمد نادر العمري الكاتب والباحث السياسي، ومن الدوحة الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية. ويا رب يا رب يجتمع العرب على كلمة سواء، يعني هنقول إيه بس، ما هو ده أملنا، يا رب يا رب.